ناس كتير بيسألوني عن فيلم آلام المسيح، ووصل إلينا سي دي حاجة منهم، ايه رأيك في الفيلم ده؟ وحاجة تانية، هل ممكن يطبعوا منهم ولا لا؟ انا ما شفتوش، لكن اللي شافوا الفيلم ده بيقولوا لي الاتي. اول حاجة انه فيلم مؤثر جدا لدرجة كتير بكوا وهم بيشوفوه. تاني حاجة ان الفيلم يصور الام المسيح فقط دون ان يعطي فكرة عن قوته ومعجزاته، فكأن اللي هيشوفوه امامهم مجرد شخص ضعيف بيضرب ويهان ويتألم من اجلنا، لكن مفهوش ما يدل على قوة هذا الشخص. وانه اختبر للآلام بينما هو قادر انه يفني كل هؤلاء. ولذلك احنا في آلام المسيح في اسبوع الآلام بنقول له: لك القوة والمجد والبركة والعزة الى الابد، امين يا عمانوئيل الهنا وملك. يعني على الرغم من الآلام التي تتحملها ليك القوة والمجد والبركة. كون ان يصور المسيح في حالة آلام فقط دون اي اشارة الى قوته، وانه تقبل هذه الآلام وهو قادر، امر مش كويس. لكن بيقولوا الاخراج ممتاز جدا. انا بقول لكم ايه اللي ليه واللي عليه. اما كون ان احنا ناخد السي دي ونعمل منه يعني اشرطه كاسيت، فطبعا حقوق الطبع محفوظة، هل املك هذا ولا لا؟ هل اللي جابولنا السي دي ادونا التصريح نعمل ولا ما ادوناش؟ دي مسألة ضمير، مسألة ضمير